تعالوا ناخد عندنا الايه الحليب هنا اللي انا هعمله للهوت شوكليت قدام حضرتك اهو. بحط عندي نص لتر من الحليب اهو، ونخليه على النار يبدا يسخن معايا، وبعد كده اهو بجيب عندي مضرب السلك ونبدا اللي احنا نشتغل فيه. طيب الهوت شوكليت عندي على النار، الحليب بيبدا يغلي عشان هنعمله بسكوت الشوكولاته. تعالى بقى ناخد عندنا الحليب يا عم حمدي نحطه هنا عندي على النار، وبجيب عندي بسكوت اوريو، ادي بسكوت شوكولاته قدام حضراتكم، نقوم حاطينه كده. نصحى بقى للكلام، نقوم فرمينه فرم ناعم. اهو بعد ما فرمناه الفرم ده، تعالوا ناخد عندنا الشوكولاته مكعبات ساده، جميل، نقوم حطينا فين في الحليب، ونبدا ان احنا نقلب كل ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو في ثانيه الا ثانيه هتلاقي الشوكولاته دي بدات ايه تسيح معايا. بقوم واخد عندي شوية قهوة كده سريعة الذوبان، حاطينها. اصحى بقى للشغل العالي، وربع كوباية من السكر حسب طبعا التحلية اللي انت عايزاها. ونسيبها عندي على النار تبدأ اللي هي ايه تغلي مع بعض، وتبدأ اللي هي الشوكولاتة تسيح مع القهوة، فبيدي طعم مش طبيعي. بعد كده بنقوم عاملين ايه بقى، بعد ما بتغلي بنقوم ضايفين البسكوت المفروم ده، بس مش دلوقتي، بعد الغليان او قبل التقديم بحط البسكوت ونبدا ان احنا نقدم الهوت شوكليت. بص شويه هوت شوكليت ايه على الرايق. تعالى ناخد عندنا شويه ايه اوريو بقى بسكوت كده اهو من فوق، نقوم حاطينه عليها. ادي البسكوت بتاعنا اهو قدام حضرتك زي ما انت شايفه، اهي ده قضى بالظبط اهو ما شاء الله. البسكوت اللي احنا فرمناه فاهمين، خدناه وحطيناه بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه.